السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي متابعي صفحتنا صفحة أفتا وأسبرجر، أرحب بكم في هذه الأمسية. اليوم عندي خاطرة مهمة يعني تخص المعالجات الحسية. الحقيقة كثير من الأطفال اللي راجعون أشوف أنه نسبة كبيرة من مشاكلهم هي مشاكل حسية، والأهالي الحقيقة مقصرين جدا في المعالجات الحسية. أريد أقول شغلة أخوتي الله يحفظكم، أنه يعني ما له داعي أنه كثير من الإخوة اللي يعرفون أولادهم مصابين بطيف التوحد وأنه يراجعوننا للعيادات. اليوم البرنامج جاهز، أنا ابني إذا اشتغلت وياه مثل ما هو البرنامج واضح، معالجات حسية وطبقت وياه برامج تواصل، وسنت دا أدربه بالبيت أو بالمعهد أو بالبيت وبالمعهد اثنينهم. فأنا بالنسبة لي ما أحتاج الآن الطبيب إذا ابني مشخص. فكثير من الأخوة الحقيقة دا يراجعوننا وهم ما ليسوا بحاجة لهذه المراجعات. نحن لا نريد من الأهالي أنه يراجعوننا، وإذا كانوا مشخصين تشخيص دقيق وابنهم دي يستجيب للتدريب لا بأس. يعني إذا عندك معوقات بالتدريب وابنك تأخر بالتدريب، ابنك ما أخذ حقه، لا بأس من المراجعة. ولكن إذا ابنك يعني مشخص دقيق وأنت مثقف وعندك فكرة تامة عن البرامج، فنرجو يعني ما تحتاجون أنتوا المعاهد، أكثر تحتاجون أكثر المدربين، تحتاجون تقوية ثقافتكم بالتدريب، وتحتاجون تطبيق التدريب بالفعل ليس فقط بالنظري. يعني اللي تجدون حلول واقعية من أجل زيادة زمن التدريب. فأنا أقول اللي قاعد يصير الآن يصير انه احنا نروح ونشوف انه كثير من الاخوة يعني على عيادات الاطباء يراجعون. يعني يا اخي الكريم، نحن لا نستطيع ان ننفع طفل التوحد الا قليلا. يعني اذا انت ابنك شخصت طيف توحد فيبقى الدور يمك. اذا تعوق عندك تدريب، اذا ما تطور، اذا شكيت انه هناك شيء اخر متداخل مع التوحد، لا بأس من الاستشارة. فإذا أركز أخوتي، علاج التوحد التدريب. المعاهد، أنا ليش أتمنى أن المعاهد كلهم يشتغلون برامج علمية؟ المعاهد ثروة وطنية، المعاهد ثروة وطنية، تستطيع أن تخرج أولادنا وأولادكم من المصيبة هاي بتدريب متعاون بين الأهل والمعاهد، المدربين، الناشطين، المجتهدين. ثروة وطنية، أنا أحبهم كثيرا وأتمنى لهم التوفيق، لأن هم أدواتنا اللي يصبرون على الأطفال وينجحون في تدريبهم. المدرب اللي يستطيع أن يعلم ابنك يروح للحمام، المدرب اللي يعلم يزيل من ابنك فرط الحركة من خلال معالجات الحسية، المدرب اللي يعلم ابنك ينطق، المدرب يعلم ابنك يأشر، قيمته أكبر من عندي أنا كطبيب، أهم من عندي. أنا أعطيتك معلومة وخلص. اليوم تشلب بالمدرب الزين. اليوم أخوتي المعاهد يصرفوا هواي على المعالجات الحسية، اشتغلوا على برامج واضحة، خلوا هم أكبر، جيبوا مدربين حريصين يريدون يطلعون أولادكم، وزعوا أوقاتكم بطريقة علمية، كونوا منطقيين في استغلال الوقت، لا تخلون أولادكم يكبرون وما ماخذين حجم. اليوم أنا قلبي ينفطر على الأطفال 8 و10 سنين و12 سنة و13 سنة ويجون. أنا والله ما كنت أتخيل هيك الوضعية هنا في العراق، إنه ما ماخذين أي تدريب. أخوتي أين التدريب؟ أين التدريب؟ جوهر التوحد، جوهر علاج التوحد هو العلاجات اللي يصير في المعاهد المنظمة، في المعاهد العلمية. جوهر التدريب علاج حسي، جوهر التدريب تدريبات تواصل.
لي جوهر العلاج هذا ليس العلاجات الدوائية. العلاجات الدوائية محدودة النفع إذا كانت نقص فيتامينات، إذا بعض المنشطات، إذا بعض البروبايتك، إذا بعض الأدوية التي إذا الطفل وجد عنده فد صرع مع التوحد، عند إمساك، نوم قليل، هذه دواعي لاستخدام الأدوية قليلة ومحدودة النفع. التدريب ثم التدريب ثم التدريب ثم التدريب. اي اخوتي اعذروني، طبعا يجي عمره 12 سنة واريده يقعد دقيقة ماكو، ويقول اني فار 4 معاهد 5. اخوتي وين المعالجات الحسية؟ هل معقول هذا الطفل، هذا الطفل اللي يقمز من الصبح لليل ما حد نصحه بانه يلبسه سترة ثقيلة، ما حد نصحه يشتري بيته ترامبولين حتى يقفز بيه، ما حد نصحه انه ابنه يشيت بنص حوض كرات، ما حد نصحه انه ابنه يجيب له شيء يسلق عليه لو مرجوحه لو شغلات تفره، ما حد نصحه انه يحاول يمطط بجسمه يجيب له بطانيه ثقيله يخليها على جسمه، ما حد نصحه. يعني هذني النصائح وينهن؟ مو معقوله طفل مشتغلين يا معالجات حسيه مركزه وعمره 12 سنة ومفتر 4 معاهد وماكو، وين التدريب العلمي؟ يابا احنا نكون صريحين، انتو الاعداد الحضور هواية بالاربعين اليوم، خلنا نحكي صراحة. المعاهد مشكلتها شنو؟ المعاهد فيها من هو لديه البرنامج لكن المدربين مو من النوع الصبور، وفيها من هو عنده مدربين صبورين لكن ما عندهم منهج. المشكلة نحن نحتاج منهج علمي ومدربين صبورين مجتهدين، وهي هاي المشكلة. المعاهد يعني مشكلتها انه ما قادرة على ان تجيب مدرب صبور، ومو كلها تمشي وفق منهج علمي. اخوتي المعاهد، اخوتي الرجاء، لا كل واحد يقول اني بطريقتي الخاصة، رجاء هي مبينة اليوم عندنا التدريبات، مبينة تدريبات تواصل ومعالجات حسية. ابوك الله يرحمه، تدريبات التواصل معلومة، حتى لو تشتغل اي بي اي، حتى لو تشتغل لوفاس، حتى لو تشتغل تيتش، حتى لو تشتغل اي شيء دنيفر، انت لازم تعلم الطفل شلون يتواصل. كنا نعرف انه شلون الطفل يزيد انتباهه، شلون الطفل يزيد تواصل بصري، شلون الطفل تخليه يعرف يقلدك، شلون الطفل تخليه يستخدم جسده ويأشر، شلون الطفل تخليه مثلا يعني يغير انتباهه، شلون الطفل كل تخليه يلعب على الحاجات، شلون تخليه يتعلم يعد، شلون يتفاعل وياك بالاغاني، شلون يستخدم الالعاب الحسيه النمطيه، شلون تقدر تسوي تفاعل جمعي وياه، شلون كل تواصل، هذا كل تواصل معروف. يعني اذا يوميه كلمه هم يتعلم له ورا سنتين ثلاثه فد 200 كلمه، هاي وحده. زين نرجع على المشاكل الحسيه. مشاكل الحسيه يا اخي مبينه، هي طفل انت عندك مبين عليه حرك، ما يقعد بمكانه، ما مستقر، عينه يمنى يسرى، مشتت. اخي ألم بمعالجات حسية واضحة، معالجات بصرية، معالجات حركية، معالجات ايد وعين، معالجات مبينة هي. فاني اقول يعني مو معقولة احنا نبقى هيجي ولا ناس تركض تقول والله ادوية شنو ادوية، شنو لحق الادوية، وين الادوية، شنو تفيد ادوية، فعلها قليل. التدريب لحد يجي يقول اني ما قلت، اقول لكم وكل الناس تعرفوا الكتب والانترنت واقروا كلكم تعرفون التدريب. اخوتي التدريب اني من يجيني واحد مثقف وسامع كل المحاضرات مالتي ولا مال غيري وفاهم القضيه ويقول لك اني ابني هي سويت له هيك دربته وهيك والحمد لله 80% 70% هسه زين، هذا شغله صحيحه وواقفه عنده شغله دي يقول لي شلون احلها، هذا استشارته معقوله. بس يجيني واحد مثلا يعرف ابنه بيتوحد وسامع له كلمتين ثلاثه ويعرف انه منها كلمه ومنها كلمه وابنه يمضي عليه السنين دون انه يستخدم وياه برامجيات واضحه. فاحنا نريد التعاون بين الاهالي والمعاهد من اجل علاج هذا الكم الهائل من الاطفال المصابين بالتوحد. اخوان احنا مصيبه عندنا، احنا شنو هذا بالالاف الاطفال هذول هسه، احنا والله العظيم عجيب، والله احنا ما نريد احد يجينا العياده. عمي شو نسوي بها؟ هاي مصيبه، هاي مصيبه. نريدكم انتم تتعلمون بالبيوت،
فالأصل في القضية أنه العيادات الطبيب يساعد الطفل اللي لديه شغلة غير واضحة لا يمكن تشخيصها، لكن ابنك مصاب بطيف توحد واضح وتم الاتفاق على تشخيصه سواء بسيط أو وسط أو شديد أو شديد جدا، وابنك عنده نقص بالمحكات الثلاثة بصورة متجانسة، مشاكل حسية، مشاكل تكرارية وتحددية، ومشاكل في التواصل. أنا غير استخدم يا برنامج، غير اسمع البرامج اللي احنا دزيناه، او حتى اذا انت تطبق مال غيرنا، احنا ما عندنا اعتراض، برنامج للتواصل وبرنامج للمعالجات الحسية اخوتي، غير اسوي له فد غرفة صغيرة مال معالجات حسية. انتوا اشتروا هذا ترامبولين قفاز خاصة للاطفال اللي عندهم فرط حركة وفيهم طيف توحد، ما يفيد فرط الحركة الأدوية إذا كان مع التوحد، فرط الحركة مع التوحد معالجات حسية تكلمنا بيها هواي. اشتري ترامبولين، اشتري مرجوحة إذا يحبها، اشتري له فشي دوار إذا يحب يفتر من هذا اللي ثلاثة أربعة يقعدون سوا يفترون، ما يخالف، هذني فلوس بسيطة استثمارها قليل لكن فعلها نافع أحسن من فعل الأدوية. زين سوي له مكان يقدر يتسلق به، سوي له بعض الأضوية المعالجات البصرية، سوي له مكان يقدر يشيل طوبات موجودة في حوض يجي يشيت بنصها ويلعب، اشتري له سترة ثقيلة حتى الثقلة بالحركة، حتى لو جيب له سترة من البيت وتمليها مثلا كياسة من الرمل حتى الجسم يحس بنفسه، سترة ثقيلة. احنا طبعا وصينا بلكت الله يسهل جماعة راح يفصلوننا، واذا تريدون اخذوها من معهد بر الامان منا ومنا بكل فتاة ان شاء الله راح نفصل في السترة بها جيوب كثيرة، يعني هاي ممكن، واذا بالبيوت هم عادي من موالدكم، وايضا وصينا على مجموعة من الخارج تجينا، وهذه بالنسبة للسترة هاي اللي عنده فرط حركة اللي يقدر بالبيت والامكانيات بسيطة، اي قمصلة اخلي بجيوبها ثقالات، الثقالات حتى لا يتأذى تكون رملية حتى من يوقع عليها ما يتأذى، كياس رمول مليانة اي شيء ثقيل يعني من المواد اللي ممكن تكون غير مؤذية للجسد، والافضل انه يكون متوازن يعني الظهر والامام كله يكون عليه ضغط، وطبعا ويا الزمن تبدي تزيد الضغط على الايدين وعلى الرجلين يعني حتى توازن جسمه كله يكون متوازن. ايضا اذا ويا الزمن طبعا تقدرون انتو خاصة اوقات اللي عندكم مكانات داخلة، السباحة جدا مهمة، السباحة كلش مهمة، البايسيكل ارجع لكم، البايسيكل الحركات التكرارية سواء كانت للرجلين او للايدين كلهن يحسن الدماغ ويحسن ايضا الربط بين البصر والارجل والعيون والايدين، الدماغ مشتت في التوحد فاربطه حركيا وفكريا مع كل الاحساسات. زين يعني هذه ضرورية وواضحة واحنا نعلمكم اياها يومية، والغائب الحاضر يعلم الغائب ورحم الله ينقل معلومة تكون نافعة. اذا تكلمنا على هذه الامور، يعني ما يصير هذا الشيء دا يصير انه اعداد كبيرة من الاطفال ما ياخذون حقهم من التدريبات لان اهلهم يعني ما يتابعون بشغلة يعني مبينة هي. زين تذكرنا بس خلنا نتذكر بعد شنو لبانا. اذا تذكرنا حكينا على التدريبات، حكينا على المعالجات الحسية، وحكينا على التواصل البصري، وحكينا على ضرورة مراجعة الطبيب فقط عندما تكون أنت تواجهك مشكلة أكبر من طاقتك. أما الأدوية فنفعها قليل في طيف التوحد، ولكن إن تأخر ابنك بالتدريب هنا أنا تراجع الطبيب على مود تبحث ليش ابني دا يتأخر، قد يكون لديه هناك مشكلة ممكن مساعدته من خلال رأي طبيب له خبرة ومن خلال تحليل سبب عدم تطور هذا الابن. فما يصح أن ابني أنا أتركه أشهر وسنين وهو يعني يجوني ناس عمرهم مثلا 10 سنين 8 سنين تيجي تقول له، يقول لك والله ابني بعده ما يحكي. يا أخي أنت ليش ما يحكي؟ زين ابنك قال والله أنا وديته يعني، والمعاهد يقولون شنو، يقولون والله هي ياخذ وقت. يطيب ابنك يعني ياخذ وقت سنة سنتين، يعني المفروض 3 أشهر 6 أشهر يعني يبين فرق عندك، لا تستسلم
إذا ما عندك فريق لا، بس إذا طفلك تأخر وصار إجماع عليه من أهل الخبرة بأنه رغم ذلك إلا أن هناك علة حقيقية، والله هاي استثناءات قليلة، لكن بصورة عامة 90% يصير عندي تغير واضح. فالرجاء أنه البحث عن أسباب معوقة للنمو، يعني أن يكون في الوقت المناسب وعدم ترك الطفل، لكن قبل هذا إحنا نأخذ بالأسباب اللي هي المعالجات الحسية وتدريبات التواصل. بس ردت أذكركم على هذا الموضوع لأنه الناس اللي يجون يراجعون هواية والمراجعات مالتهم ما لها داعي. المطلوب منهم أنه أنه أول شيء يضبطون البرامج اللي هي موجودة، يسمعوها ويكتبوها ويلخصوها وبعدين يطبقوها، وبعدين يشوفون ابنهم دا يتطور. إذا دا يتطور خير على خير، إذا وقف شيء يعوقه فلا بد من استشارة خبير حتى يوجهها بالاتجاه، وربما يجد سبب يزيله. وما يصير أنه تترك ابنك تمضي عليه سنين 3-4-5-6 سنين وهو ما ناطق وهو سلوكه غريب وهو مشتت وهو لا، لازم أبحث عن سبب. أظل أنا أب وأم ما أقدر إلا أشوف شنو السبب، يعني حتى أتأكد. كثير من الأخوة مع الأسف حتى يعني أطباء وربما يعني عندهم ثقافة طبية كبيرة، لكن معلوماتهم عن التوحد محدودة، ولذلك احنا جبنا هاي القناة من اجل انه نزيد الثقافة الاجتماعية في التوحد حتى الناس تستطيع انه يعني تطبق الشيء الصحيح وتفلتر الاشياء الخاطئة والمعلومات اللي هي غير علمية. فاذا اخوتي انا اريد انصحكم انه ضروري جدا انه تستخدمون معالجات حسية حتى لو ببيوتكم، وهي تمثل يعني جزء مهم جدا من العلاج لطيف التوحد، وخاصة في حالة فرط الحركة وتشتت الانتباه المصاحب لطيف التوحد، لانه كثير منهم ربما يأتون مع تأخر قليل لكن فرط حركة كثير ويتم تشخيصه خطأ على أنه فرط حركة. هؤلاء الحقيقة الأدوية لا تنفعهم وربما تزيد فرط الحركة عندهم. فالمطلوب أخوتنا على ضرورة أنه يسمعون البرامج المحاضرات اللي سويتها آني سابقا اللي هي تقريبا موجودة في دينيفر وتقريبا 11 محاضرة، وأيضا يسمعون المعالجات الحسية اللي تكلمنا فيها احنا اللي موجودة تقريبا يمكن 3-4 محاضرات من عدد الخواطر اللي سويناها من 3-4 مرات، وأيضا يسمعون سانرايز اللي 6 محاضرات. والكل يجب أنه تسمع هذه المحاضرات بتكرار وتلخصها وتسوي في بيوتها مكانات للتدريب حتى لو كانت عندها معاهد تدربها، لأنه المعاهد ما تلحق ابنك أعز من أنه تعتمد فقط على معهد. بعض المعاهد جيدة جدا تعطي وقت جيد، بعض المعاهد يعني يصير بها تقصير، نحن بشر ومن الصعب جدا أن تجد شخصا ما يستطيع أن يدرب ابنك. لا نوادر، يعني هذه نواجهها في كل المكانات، انه المدربين يعني مو كلهم عندهم هذا الخلق وهاي النظرة الخلاقة وزيادة الفرص. فيراد تعاون بين الاهل وبين المعاهد من اجل انه الوصول بسرعة الى تغييرات جذرية في سمات التوحد عند طفلك. واحنا نريد هاي الثقافة تنتشر بالبيوت لانه المعاهد مالتنا محدودة العدد، وبالتالي نحن نريد أنه نجعل البيوت هي الفعالة لمساعدة المعاهد
وأيضا نتمنى من الأخوة في المعاهد أنه زيادة الاستثمار في الأمور اللي لها علاقة بالمعالجات الحسية، ونتمنى مثل ما سوى أستاذ باسم رحمه الله والديه وأخوتنا في معهد بر الأمان في الرصافة. أتمنى من الأخوة الموجودين أن ينفتحون معانا من أجل زيادة ثقافة التدريب الجماعي. نحن في مصيبة جلل، العدد كبير، الأطفال اللي دي يتحولون من أطفال يعني عندهم طيف توحد إلى شباب غير ناطقين، وعلى عهد كثيرين بسبب تأخر وصول الثقافة للبيوت. نحن مسؤولين أمام الله بأنه نوصل المعلومات، التدريب ثم التدريب ثم التدريب هو علاج التوحد، وأن نسبة كبيرة من الأطفال يستجيبون استجابة رائعة بدرجات مختلفة قد تصل إلى 90% بمجرد تدريبات منظمة ومرتبة. الأم والأب اللي صبره قليل خلي يعتمد هواي على المعهد، الأم اللي صبرها قوي وعندها قدرة وثقافة خلي تزيد ويا المعهد قدرتها، الأم اللي ما عندها إمكانية خلي تعتمد على نفسها بالتدريب. المفروض من عندنا لا نعتمد كثيرا على زيارات الأطباء واستشاراتهم من ناحية أنه نعجل العلاج. التدريب هو بأيدينا وبين أيدينا، العلاج ودور الطبيب استشاري من أجل تشخيص معوقات التدريب، انتبهوا، وليس له دور في قضية العلاج. لا توجد لحد الآن أدلة قاطعة بنفع أي دواء في التوحد نفسه، إنما الأدوية هي داعمة ساندة من الفيتامينات ومن الأدوية التي تساعد الطفل على أن يكون أقل مثلا نرفزة أو أذية لذاته. هذه أمور يتم نقاشها بين الطبيب وبين المريض وبين الـ 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 الأهالي. لكن جوهر الموضوع يجب أن لا ننسى. كيف ننسى؟ يعني اليوم كل يوم يأتوني نصف الأطفال هم لم يأخذوا ولا قسط من التدريب. الأم خطيئة تبحث بالإنترنت، لو محدودة تجيها معلومة مشتتة من بعض المواقع المخربة، تطيها معلومات عوجة ما بيها أي نفع، وتشتت الأم على بساطتها وتستهلك طاقات وسنين الأم على فهم خاطئ وساذج. يعني أنا أشوف كثير من الإخوة مع الأسف أشوفها مثقفة وراح حجت حمية وقالت الحمية وحطيت لحمية وقالت حمية وعقلها مليون حمية، وواحد جايني كل واحد ماخذ له نظام علاجي بكيفه. أخي أنت عندك تدريب، التدريب هو المتفق عليه، الـ ABA هو فكرة عالمية، التدريب هو معناه ABA، والتدريب بالـ ABA، أما ABA مباشر اللي هو لوفاس ودينيفر، أو ABA محور اللي هو صنرايز. فما عندنا غير تدريب اثنين. المعالجات الحسية موضوع صار له 15-20 سنة، وضيفة من سنة 2013 صار يعتبر ركن أساسي من سمات التوحد، ويجب علاج المشاكل الحسية ليس فقط عند طفل التوحد، إنما كل الأمراض النمائية الدماغية تحتاج إلى معالجات حسية. المعالجات الحسية طبعا فن كبير، لكن ما هو معروف منها وشائع هو معالجات التقفيز ومعالجات التسلق ومعالجات الحسية الإخصابية ومعالجات الحركية بين العين واليد معلومة. فأصبحت معالجات حسية واضحة. معالجات حسية شنو؟ يعني أنت تعالج المشكلة الحسية بابنك، ابنك إنه ما يحس بجسمه زين، يتحرك هواي، يحس نفسه خفيف، أثقله. ابنك مثلا يعني يريد يتسلق، أزيد للتسلق. ابنك عنده دوران زيادة، أزيد للدوران. ما أوقف هذه لحد الآن نسبة عالية من اللي يجوني يقولوا لي والله إحنا نوقفه لأني هذا أشوفه سلوك خاطئ. أخي هذا ابنك دا يريد يحل المشكلة، لا توقفه بطريقة أنت تريد أخرى أنه بدا يحلها. أنت بالعكس عجل هذه المعالجات من أجل أنه ينضج الدماغ أسرع، حتى يستطيع أنه يتحسس بجسده بصورة سليمة، حتى يتخلص من هذا الشعور الغريب اللي دا يشعر به واللي يخليه يسلك هذا السلوك اللي تشوفه غريب. احنا مواضيع تكلمنا بها بتكرار بس حبيت أذكركم بها، وأتمنى أكون فدتكم. وأنا أعتذر يعني ربما أنه
تكلمت يعني كلمة زايدة، لكن والله من حرصي على هذول الأطفال اللي يجوني متأخرين بالتدريب. شكرا لكم وربي يحفظكم ويسلم أهاليكم وأولادكم من كل سوء، في أمان الله.